هذه اولا اول طريقه اوجد راح تجد لازم تلمها هاي. بعدين ايجن فاكتورز مصفوفه بي بعدين بي ام اس بعدين ديجنايزيشن اي نكتبها شكل اي او نكتب بي. بعدين راح يكون باور اوف ماتريكس. باور اوف ماتريكس راح تكون حتى تطلع هذا المقطع. هذا المقطع شو تساوي؟ تساوي بي بي مصفوفه اي بي ام اس ال a of k راح تكون تساوي p inverse a diagonalization p. هذا طيب تصار بالd مود b minus 1 اول لا هاي شكل تضرب هذا هاي اذا تضرب هنا ما يطلع هاي شكل هسه شو جرب تعالى حتى على هذاك السؤال حتى اتاكد ال p inverse هنا راح أكدت على هذا يطلع إيش؟ بس تجرب هذا، تجرب هذا يطلع. هسه راح هاي طريقة من تبع. أولاً، سيكولر إيكويشن ناقص لاندا آر يساوي صفر. فإذا راح تكون المصفوفة 4 على 3 ناقص لاندا جذر 5 على 3 جذر 2 على 3 جذر 2 جذر 2 جذر 2 على 3 جذر 2 على 3 5 على 3 ناقص لاندا صفر. اذا هذا الكمية بهذا الشكل 3 3 على 4 ناقص لاندا مضروب الى 5 على 3 ناقص لاندا ناقص 2 على 9 2 على 9 هسه العنصر الأول 20 على 9 تمام؟ صح ناقص 4 على 3 لندا ناقص 5 على 3 لندا زائد لندا تربيع ناقص 2 على 9 تمام؟ هذا كمية شارع منها حسب 18 على 9 يعني قال 2 حتى هذه ناقص ناقص واحد اجمع ثلاثة ثلاثة ثمانية حس ثلاثة تسعة على ثلاثة تسعة على ثلاثة تسعة على ثلاثة يعني ثلاثة ناقص زائد لاندا تربيع هذا هذه لاندا لاندا ناقص 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 زائد اثنين واحد لين واحد زائد خمس ناقص ناقص واحد فهذه راح تصير ناقص اثنين ناقص واحد ناقص ثلاثة فإذا لاندا 1 تساوي 1 لاندا 2 تساوي 2 هذا أيضا أمسح هذا اللي يجي بعد الله أطلع فور لاندا 1 فور لاندا 1 تساوي 1 أطلع نفس الشكر فور لاندا 1 راح يكون 4 على 3 ناقص 1 جذر 2 على 3 جذر 2 على 3 5 على 3 ناقص 1 في اكس 1 اكس 2 وات تساوي هذا الكمية شنو معنا؟ هذا الكمية 4 على 3 يعني 1 على 4 1 على 3 ثلاثة على ثلاثة واحد على ثلاثة هذا الكمية اثنين على ثلاثة تمام؟ إذن واحد على ثلاثة إكس وان زائدا جذر اثنين ثلاثة إكس تو يساوي صفر والمعادلة الثانية ما راح آخذها هي مضاعفة إذن إكس تو تساوي إذا أضرب المعادلة على ثلاثة يعني واحد فإكس 1 زائد جذر 2 إكس 2 يساوي صفر إكس تو أي هسه نريد نحل مثلا إكس 1 تساوي جذر 2 إكس 2 ناقص
نعم بس اذا اسيت هسه مثلا اذا افرض هذه بطريقه نورماليزيشن احلها اتش 1 تساوي مثلا اي اتش 1 تساوي مثلا اذا احلها بطريقه نورماليزيشن اتش 1 تساوي نقدر نقول اكس 2 تساوي اي كل مره نحلها اكس 2 كل مره نحلها شكل هم نقدر نحلها شكل اكس 1 تساوي ما اقص اذا هذه اكس 2 اي اذا هذه ناقص 2 جذر 2 حتى انا اريد اطلع قيمه اي لذلك اريد احلها بطريقه نورماليزيشن اريد اطلع قيمه اي احنا ما جايين نطلع قيمه اي بطريقه نورماليزيشن خليها مرة تطبع يشوف شو راح يصير بس إذا نطلع قيمة أي راح يصير لازم نورماليزيشن نطلع قيمة نورماليزيشن يصير في الميديا شو ممكن يتعمل نورماليزيشن بس هنا نورماليزيشن شنو راح يكون P V dot 1 V dot 1 هذه عمود الكونجوجيت مالته راح يكون صف فتضربه ثلاثة الناتج تساوي واحد شوفوا هذا الطريقة هنا شوفوا هذا الطريقة هنا راح أسجل هنا x1 تساوي جذر 2 ناقص x2 هسه راح أسمي x1 a هذه a هذه تساوي ناقص جذر 2 x2 إلى x2 تساوي a ناقص جذر هسه هذه صار هذه x1 x1a a هذه ناقص واحد على جذر ناقص a على جذر 2 يعني تساوي a واحد او خلي تبقى a هذه اذا كونجوجيت هذا الشيء اللي كونجوجيت هذه تساوي كل عمود راح يصير صف A ناقص A جذر حتى أطلع قيمة A راح يصير P dot P P one dot one dot one شو تساوي صف A ناقص A على جذر 2 في عمود A ناقص A على جذر 2 هذه بتساوي واحد normalization A تربيع هذه الكمية زائد الأي تربيع على جذر 2 هذه إيش راح يصير؟ تساوي واحد فإذا الأي تربيع أي تربيع راح يكون واحد هذه واحد حتى يكون جذر 2 على جذر 2 زائد الواحد زائد واحد اي تربيع اي تربيع هذه جذر 2 في جذر 2 راح يصير 2 فاذا 1 زائد النصف راح يصير 3 على 2 اي تربيع يساوي 1 اذا اي تربيع او اي مباشره تساوي جذر 2 على جذر 3 تمام هذا اي اذا اي تساوي هذا النقطه جذر 2 على جذر 3 هذا جذر 2 على جذر 3 جذر 2 على جذر 3 جذر 2 تختصر راح يبقى 1 على جذر 3 خلص ايش على لامدا 2 بس ايش هنا لامدا 2 لامدا 2 تساوي 2 ناقص 2 ناقص لا 2 4 على 3 ناقص 2 جذر 2 على 3 جذر 2 على 3 5 على 3 ناقص 2 x1 x2 تساوي 0 هذه ايش راح يصير؟ 6 هذه راح يصير ناقص 6 على 3 يعني ناقص 1 على 3 تمام؟ لا
ناقص 2 على 3 هذه حتى يكون الكاف هذا على 3 ناقص 2 على 3 جذر 2 على 3 جذر 2 على 3 هذا راح يكون الساق 1 على 6 ناقص 1 على 3 ناقص 1 على 3 x1 x2 كم صفر أقف على ناقص 2 على 3 x1 زائد 2 على 3 x2 كم صفر إذن x1 تساوي جذر 2 على 2 x2 تمام هذا راح يصير ناقص 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 ثلاثة راح موجود ثلاثة حفظات فراح يصير جذر 2 على 2 إذا هذه أسميه أي تمام تمام واحد على جذر هذه هي إذا تضرب جذر 2 في جذر 2 2 2 حفظات واحد على جذر 2 هم نفس الشيء نفس واحد على جذر 2 إذا هذه أي إذا هذا x1 x1 أي x2 راح يصير جذر 2 تمام x1 اي x2 راح تكون تساوي اي جذر 2 يعني راح تكون اي جذر 2 هذا المعروف الكونجكت راح يكون الصف اي جذر 2 هذه تساوي 1 اي تربيع زائد 2 اي تربيع تساوي 1 اذا 3 اي تربيع تساوي 1 اذا اي تربيع تساوي 1 على 3 اي تساوي 1 على جذر 2 اذا هذا ايش راح يصير هذا ايش راح يصير زائد ناقص راح يصير هذه بي دوت 2 تساوي 1 على جذر 3 واحد على جذر 3 جذر 2 على جذر 3 إذا مصفوفة بي يعني الفاكتور فاكتور فاكتور بي تساوي هذه بالنسبة للأول الأيجن فاليو جذر 2 على جذر 3 ناقص 1 على جذر 3 واحد على جذر 3 جذر 2 على جذر 3 هذا بي امتص ما تحتاجه امسح هذا ولا كلها المصفوفة طرق متعددة يعني يحتاج دراسة يعني عميقة وعدة طرق يعني مصفوفة علم واسع جدا يعني هسه الكمية احنا بنعرف الكمية كلها بالمصفوفة هسه الانفرس هذه شنو الانفرس هذه؟ هذول راح يغير الموقع اذا يغير الموقع هي نفس الشيء تمام؟ بس هذول راح يغير اشارة يعني في انفرس شو تساوي انفرس؟ تساوي نفس جذر 2 على جذر 3 نفس جذر 2 على جذر 3 هذه 1 على جذر 3 هذه ناقص 1 على جذر 3 بس شنو هسه؟ اقسمه على ديترمينيشن 1 على ديترمينيشن هذه الكميه في هذه الكميه يعني 2 على 3 تمام؟ زائد هذه ناقص راح يصير زائد هذه الكميه في هذه الكميه يعني 1 على 3 تمام؟ اذا هذا الكمية شنو هو 1 تمام؟ إذا هذا هو بي انفرس هذا بي هسه إذا طلع الدياجونال الدياجونال أكتب بهذا الصيغة أي إيش يدل؟ طبعا كلمية وهذه الموصوفة لازم يطلع 1 0 0 2 يعني إذا كل الشروط صحيح لازم يطلع هذا إذا مو صحيح ما يطلع هذا فإذا تساوي مصفوفة بي مصفوفة بي هو هذا لاحظ مصفوفة بي واحد على جذر 3 كلها مشتركة طلع واحد على جذر 3 مشترك بي هم بيسموا بالواحد على جذر 3 كلها مشتركة إذا واحد على 3 تمام جذر 3 جذر 3 إذا بي بي هم بيس راح يجينا جذر 2 في إنفرس، في إنفرس أسرع لا
لا كل مرة مصفوفة هسه جذر الاثنين واحد هسه بي بس جذر الاثنين واحد يقاس بي هي جذر الاثنين واحد سالب واحد ناقص واحد جذر الاثنين مصفوفة اي مصفوفة اي 4 على 3 4 على 3 جذر الاثنين على 3 جذر الاثنين على 3 جذر الاثنين على 3 هنا ثلاثة موجود مشترك مو؟ هسه تقول لي أربعة. أربعة جذر اثنين. أربعة جذر اثنين. جذر اثنين. جذر اثنين. خمس. هذه واحد على ثلاثة إذا أخذ مشترك. يختصر على ثلاثة. إيه. تمام؟ يختصر مع هذا ثلاثة تمام؟ فين ما فين روح؟ إذا هذه بي هذه أي هذه بي مسنجرز. بي مس جذر اثنين صار يصير واحد على تسعة ناقص واحد دقيقة هسه راح جذر اثنين جذر هذا صار واحد في جذر اثنين جذر اثنين هذا بي مس جذر اثنين ناقص واحد جذر بالنسبة إلى قلت هذه راح يصير واحد على ثلاثة واحد على تسعة ناقص أربعة زائد اثنين زائد خمسة سبعة ناقص جذر اثنين زائد خمسة جذر اثنين معناه شنو هالي أربعة جذر اثنين عشر زائدا سبعة هذه فيها ما يطلع لازم تسعة دقيقة هذا ديكون يا جنب لازم ما يكسر في انفيرس خليك تبقينا في هذا إلى فينا هذا الأقصى هذا في انفيرس ما في جهاز هذه هسه أربعة جذر اثنين ناقص جذر اثنين أربعة زائد اثنين ستة اثنين ناقص خمسة ناقص واحد ناقص خمسة يعني راح يصير ناقص ثلاثة جذر اثنين زائدا خمسة جذر اثنين هذا راح يصير ستة جذر اثنين إذا هذا ما يطلع أقول جذر اثنين في كمية راح يصير ثمانية تمام كمية في ناقص اثنين
ناقص واحد في ناقص ثلاثة زائد تمام هذا صحيح هذا صحيح إذا ناقص تسعة على تسعة واحد هنا لازم يطلع صفر لازم يطلع صفر هذا الكمية فيها جذر اثنين ستة ستة جذر اثنين ناقص ستة جذر اثنين صفر هذا لازم يطلع صفر في كمية نفس الكمية أربعة ناقص جذر اثنين ناقص جذر اثنين ناقص جذر اثنين يطلع ثلاثة جذر ناقص ثلاثة جذر اثنين مبروك تمام صفر هذا الكمية هذا الكمية صفر صفر هسه أنا لازم يطلع اثنين هذا الكمية في ستة وهذه في راح يصير 12 ناقص 12 6 زائد 12 18 تمام 1 على 9 هذه راح تكون 1 0 0 تمام اساسا الدكتور انا قلت لك عن شو اسمه إذا A diagonal تساوي P inverse P minus A P إذا the power A power هذه هو نفس الفكرة اللي تكتبها بهذا الصيغة يعني diagonal A إذا AK تساوي P D P inverse أشي لاحظ أسأل شو راح تكتب؟ A diagonal مو هو واحد صفر صفر اثنين plus K هذه شو تساوي؟ هذه شو تساوي؟ تساوي واحد plus K هو واحد أي مهما يكون تمام؟ صفر صفر اثنين plus K اثنين plus K هسه تيجي تضرب هذا تستخدم هذا الدي هنا راح يصير إذا تساوي بي انفرس بي انفرس اللي هو هسه نكتب هنا اي بلس كي تساوي بي انفرس واحد على جذر ثلاثة مشترك من بي ايضا واحد على جذر ثلاثة هذا صار تربيع من مصروف مصروف على الفاعل بي انفرس اي كي راح تكون في الانفرس هنا تمام اذا انت بي جذر اثنين ناقص واحد هذا بي واحد جذر اثنين اي اس كي اللي هو واحد صفر صفر اثنين اس كي بي انفرس جذر اثنين واحد ناقص واحد جذر هسه كل العملية إذا أعطي كي واحد لازم يرجع لمصفوفة أي كل الشغل موجود بالرياضيات يعني قبل ما إذا أعطي كي واحد هذا الضرب لازم تكون تساوي مصفوفة أي تمام؟ وإذا نزيد عند الكي كي واحد عندما يكون كي واحد كل هذه العملية الضرب تساوي مصفوفة يعني لما تشتغل انت لازم تعرف النتيجة هذا الحلاوة الرياضية وتساوي واحد على ثلاثة هاي الضرب واحد في جذر اثنين واحد
تجلس فيه هذا الكميه فيه ناقص واحد ناقص واحد صفر اثنين مش كيف تمام هذا الكميه هذه جذر اثنين اثنين مش كيف تمام خلص والمشابه واحد على جذر ثلاثة هذه الكمية في هذا الكمية اثنين زائدة تمام هذه الكمية ناقص جذر اثنين ناقص جذر اثنين زائدة جذر اثنين اثنين مش كيف هذه معناه شنو هذا معناه ناقص واحد جد الثاني ناقص مشترك أنا جد الثاني ناقص مشترك ناقص واحد زائد الثاني تمام ناقص جد الثاني زائد هذا الكمية تمام ناقص جد الثاني هسه ناقص جد الثاني زائد جد الثاني اثنين مش كي تمام واحد زائد اثنين اثنين مش كي تمام هسه اذا كي واحد كي واحد باثنين زائد اثنين على ثلاثه اربعه على ثلاثه واربعه هسه اذا كي واحد ناقص واحد زائد اثنين واحد جذر اثنين على ثلاثه كي واحد هذا اثنين جذر اثنين ناقص جذر اثنين جذر على ثلاثة تمام هسا كي واحد اثنين في اثنين زائد واحد خمسة ما الرياضي يطلع إذا تشتغل صح يطلع إذا رقم غلط كله ترى داخلنا كي اثنين وخذ اثنين بعد ما طلع